بسم الله الرحمن الرحيم. الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، أسعد الله صباحكم بصباح جديد وبرزق جديد، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الجولة دي تساعدكم وتحقق ما ترجونه من رؤية الأسماك. الحمد لله في نشاط النهاردة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. الحلقة صباح الفل يا يوسف، بركة يا يوسف، الله يخليك. احنا يا جماعة هنخش على حبيبي، طبعا انا بعرض عند ابني اللي عايزك الصورات يا جماعة، واكل صنباء ناشف وطري وخير البحر هيجي هنا. لكن انا اساسا انا جاي عند حبيبي اسماك رزق البحر. اسماك كبيرة قوي، ده انا رارة عملوا لايك يا سويس. اسماك كبيرة قوي، ده انا رارة. اولاد كراوية، الشاعر اسامة فريد قال فيكوا شعر على القناة، شفتوا؟ الله يبارك فيك، صباح الفل يا حبيب قلبي، ربنا يوسع عليكم يا رب. انتوا من الناس اللي انتوا يعني قلتوا لي معنى كلمة سيد المناصب. الناس لازم تقدر كلمة سيد المناصب دي. سيد المناصب يعني الجودة، يعني البيئة، جودة عالية، والبيئة والمناخ في الأرض. بس سمعت مقولة كده صححها لي، إن كنتوا في فترة الهواء بترفعوا المنصب. طب اشرح لي بقى ليه؟ الهواء بيقع المناصب. احنا بنرفعها بعد الهواء بننزلها تاني عشان الحاجه تجي لنا حلوه، بنغسل الغزل والكلام ده. تمام، اوصف لي المنصب عباره عن ايه؟ عن مواسير؟ ده معمول مواسير وزي نظام حلزوني. حلزوني الشباك؟ السمكه تخش ما تعرفش تطلع تاني، تتوه جوه. عقبال ما تقعد جوه تحط كل اللي في بطنها من فوق. يا تشبك في الغزل؟ ما بتشبكش. الله، طب دي جديده دي، تاني تفضل عايشه تعوم. كانك حبستها في حوض. بالظبط كده. السمكه تنضف اللي في بطنها، تطلع بطنها نظيفه، انضف سمكيه وصايده. طبعا كان في فرش عندك الصبح؟ فين ده؟ الصبح. وانا طلبت منك تصورهولي على مجيلك. حصل؟ لكن انا هصور الموجود وان شاء الله نلحقه بايه يا باشمهندس؟ باللي هو جبتهولي ان شاء الله. دي صوبيا خضراء. دي صوبيا البيتا. دي البيتا. بصوا يا جماعه الامانه، بيقول لك دي البيتا. دي صوبيا بيتا. بصوا البيتا يعني عينيها يا جماعه تلجي قفلها. في بقى صفحه. بص على الصفحه يا شيخ. بصوا يا جماعه الفرق كبير جدا. معيني دي حلوه ودي حلوه، بس دي المصداقيه بس مش اكتر. لايه؟ المصداقيه. وانتوا تقولوا لكم المصداقيه هي عنوانك، صح؟ بصوا يا جماعه الراجل متاكد من اللون. العين هي ايه؟ تفضح ازاز. هي اللي تبين السمكه او الصوبيا او اي حاجه. ظهرها بص عامل ازاي؟ اخضر. لما نشده كده يرجع تاني مكانه. طبعا انا عشان اقول ميزه الصوبيا دي او الصبيط وميزه الصوبيا دي هتبقى ارخص شويه. يعني نقول دي بكام؟ دي ب 110. تمشي ب 100 ولا ب 110؟ ده ب 110 عشان الصوبيا الان دي غاليه. انا عارف انا شريتها لنفسي فعلا وكانت يعني المهم دي ب 110 يا جماعه، والفرق بينها انها قعدت يوم. قعدت يوم بس. دي ب 120 ولا 130؟ دي ب 100 النهارده 35. 135 بس هتاكل صوبيا العين فنجان زي ما بيقولوا كده يا ابو حميد. ها؟ فنجان. دي ب 130 نمشيها. بعد اذنك. يبقى يا جماعه دي قلنا 130 والحمد لله، لا محطوطه في ميه ولا هي نفخه. خلاص الناس يا ابو حميد بقت عارفه. صح. بيحطوا الصوبيا في ميه عشان تزين. تزين. وبتقلل والله بتمسخ الطعم. الصوبيا لما دخل في ميه جودتها قلت. ما انا بقول لحضرتك صح كده؟ الجودة بتقل بتاعتها. صح. طول ما هي كده الكيلو بخير البحر. دي الصوبيا دي بتاع الكيلو. شوفوا يا جماعه شد اعصابها الجناح بتاعها، شوف مشدود ازاي. ارفع لي كده بعد اذنك. تعمل لها كيلو. لا ارفع لي وريني الجناح بتاعها بس. بصوا يا جماعه الجناح لسه بعصبه بشدته والمسام انا لو حطيت صبعي كده اهي بتلزق فيا. الثانيه بص يا جماعه بص بيتا يا جماعه. بحط الاثنين جنب بعض كده. اللي على الشمال البيتا يا جماعه. واللي يمين الصبح. بس الاثنين اللي ورا دول اصبح من الكل واجمل من الكل يعني. تمام؟ يبقى ده 130 دي ب 130 ودي ب 110 حبيب قلبي، صح كده؟ صح كده. الله عليك، تسلم ايدك وتسلم ايد الصياد اللي جابها. صياد صياد
تمسكها السمكيه السيل ده. السيل ده رزق ربنا، رزق ربنا كل حاجه بتطلع صف. هل انت عارف انت هتروح على المنصب بتاعك هتلاقي سمك؟ لا ده بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا. السمك ده ممكن يجي لي كل يوم وممكن يجي لي يقعد يومين ويومين ثلاثه. انا جيت لك قبل كده يقعد بالثلاثة. لكن هقول لك على حاجه، ثقه في الله، طول ما انت مراعي ضميرك ربنا هيرزقك وهيبعت لك رزقك. ربنا ما يضيعش عمل، اهم حاجه بنعمر ضميرنا قبل اي حاجه. ما انا عارف، انا كده بقول لكم يا جماعه، اولاد كراويه دول يا جماعه تاريخ. اللي يعرف السويس القدام يعرف عن ايه اولاد كراويه. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ويحفظكم ويزيدكم من فضله. الاروز ده انا استاذنك يا باشمهندس، ده منقط اروز، ده سنجريلا. سنجريلا، سنجريلا من عيله الاروز. اه ده الاروز. طب بص حطهم بقى فين، حطهم هنا كده عشان نعرف الناس برضو يعرفوا. بصوا يا جماعه ما بين ده وما بين ده، ده اروز وده ده منقط. ده منقط يا جماعه، اسود نقط سودا كده، اسمه سنجريلا. وده الفضي خالص اسمه اروز. اروز بس الاثنين صيد مناصب يا جماعه. الاثنين مناصب. ما انا بقول لحضرتك ما شاء الله عليه محترم. طب انت لو انت بتاكل يا حبيبي، لو انت بتاكل هتختار الاروز تحطها لي تاني، الاروز ولا السنجريلا؟ هو طبعا الاروز اعلى حاجه، اعلى حاجه عشان دسمه بس شويه، تبع دي على طول. يعني لان دي سكر. انا اكلت دي وكلت دي. دي دسمه وفيها تعسيله سمكه بتاعت البحر. دي ناشفه شويه صح كده؟ هو الاكل مزاج، بس هي مبطرخه برضه وحاجه ما شاء الله. الاكل مزاج، دي حاجه مش انا خدتها منك والله. عم احمد نفسه جه خدها ودقها. دي جميله، زيت وليمون، يرحمكم الله. مش انا ابو سريع. حاضر تمام، حاضر. ده بكام؟ تعالى بقى على الفرش. مع الفل لحاج مسعد. طبعا الحاج مسعد اولاد العاص يا جماعه بيصبع على حبايبه. والله دول حبايبي، الراجل اللي اسمه تيسون ده. لا والله بس امبارح ما صبحش عليا، ينفع؟ ايه؟ ما صبحش عليا وهو بيعدي الشارع الثاني. بالله والله ما ينفع. لا بس يمكن بس يبقى مشغول دماغه في المنصب. الراجل فايق بصراحه. لا هو حاجته، ايه رايك في حاجته؟ لا 100 100 بالصلاه على النبي. حاجه صبحه بمنصب. يصلح حاله يا رب ويحسن سوقهم باذن الله. ويوسع عليكم من كلكم يا رب. اجمل حاجه يا جماعه في التجار، مفيش حد بيشيل غل لحد، مش كده؟ لان الرزق بتاع مين؟ ارزقك يرزقني، دي مش بتاعتي. المهم ان احسن البضاعه واحسن الفرش واقول بسم الله توكلت على ايه؟ طيب عشان انت الناس ترتاح. ده سمك كناري بيطلع غالي على الكتاب. ده سمك كناري. خد فلوسك يا عم، ما تدوش سمك كناري. سمك كناري يا عم حبيب قلبي، يا حبيب قلبي يا غالي. ده سمك كناري. كناري ما انا عارف. كناري مناصب. بتفرق عن المزارع انت بتاكل. الثاني ده بياكل فين؟ هقول لك على حاجه، فعلا الاكيل لو شخرميه عنبك بتضرب في دماغه صح؟ غير المزارع وغير البيته. يعني انا بساوي البيته مع المزارع. الكلام ده صح ولا غلط؟ لكن لو شخرميه، ثلاث شخرميات تاكلهم كده عنبك سمان كباب، ايه رايك؟ سمك البحر ده يقعد عليه صح ولا لا؟ وبعدين عم احمد في جوده، انت عندك ثلاث درجات، عندك جر وعندك شنشله وعندك ورا الجر صح، الثلاثه بيفرق. اللي فوقهم الكنال، الكنال ده لا يعلى عليه. الكنال وصل النهارده الشخرم معدي 120 جنيه. الشخرم ابو عقرب وجوز الاسود ملوش حاجه. وصل ل 120 بنسميه بندق. ده البندق بتاعنا. حلواني تمام. الوحيده اليتيمه دي، ده بوري عربي. ايوه عارف بوري عربي. فيه وباع ولا كان فيها شويه تقليلي؟ بس الحمد لله ربنا كرمنا فيها، هبعتهم لك بردك في البيت. طيب هات لي دي كده، دي سنجريلا. دي سنجريلا صغيره ماشي، حطيت على جنب عشان ما ايه ما دي لا حاجه. لو في كميه من دي كيلو بكام في البوري العربي؟ الكيلو العربي 120 جنيه. 120 الله ينور عليك. وسنجريلا الحجم ده؟ سنجريلا ده الكبير. ده ما شاء الله عليها سنجريلا. بص الحاجه يا جماعه، يعني والله يا ريتكم معايا تشموا ريحه البحر وجمال ريحه البحر في السمكه يا جماعه. ان ريحه البحر بتفتح الشهيه. ليها 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 ريحه تانية كده، لما يكون فوسفور بتشم فوسفور. حاجه بسم الله ما شاء الله. صح ولا لا؟ حاجه بسم الله ما شاء الله. صباح الفل. كله يا جماعه بيوصيني، انا محتاج توصيه؟ لا طبعا. انتوا حبايبي. حجم اللي زي ده بردك الصغير بيعمل بردك عامل 70 جنيه. 70 ممكن نمشيك كيلو ونص ب 100. تمام. تمام. نقول بقى في الـ في, الـ في اللي هو ملك صخر الملك والله. جمبري الازاز السويسي التايجر. التايجر ابو ديل ازرق لحبايبي. الحجم ده 40 او 45 في الكيلو. 30 صح كده؟ حجم 30 40. 30 40. طبعا بص اقول لك على حاجه، النهارده في عشم ما بين القناه وبينكم، مش بيني انا. النهارده الناس عارفه انكم انتوا طالما الجوار السويس انتوا من نفسكم ايوه بنعمل الصح بتعملوا الواجب صح؟
طب والكبير ده؟ الكبير ده ده جمبري 220 واحدة في الكيلو. آه. ده النهاردة عامل من 370 بس. 370. مشيت 350 برضك. أنا كنت لسه أخدتها من على على لساني. ما أنا أخدتها عشان عارف اللي أنت هتقول له. جوار السوي. طب نعمل الصح. بصوا يا جماعة. ده جمبري. هكذا إيدي كده. ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. حاجة تشرح القلب يا جماعة. 350 يا جماعة. بس إيه؟ الحاجه بتاعت الصيد اليوم ليها تذكيره وليها طعم اكيد. صح ولا غلطان انا؟ كل ما بيقعد يوم بيغير طعمه بيغير طبيعي. وده خلاص قلناه لما دخلت الميه جودتها قلت. اي حاجه بتاعتي في الدنيا اقول لك على حاجه فواز انت راجل يعني اقدم منهم شويه. الخروف لما يتذبح وتاكل منه في ساعتها احلى ولا لما يبات؟ لا لا في ساعتها طبعا. هي الدنيا كده ربنا حلل لقمه اليوم. مفيش طعم زي طعم اليوم سواء صوبيا او جمبري او سمك او اي حاجه من خير البحر. صباح الفل يا وسيد. يا باشمهندس حبيبي صباح الفل. ربنا يوسع عليك. صباح الفل. ربنا يزيدكم من فضله يا رب. عايز اوصل لك فكره على البحر. انا بحط الجمبري كده عشان حرام اللي انا اذي الزبون بشويه ميه. انا ممكن اعمل الجمبري ده ببيعه ب 350 احطه في الصاج اقول للزبون ب 320 الزبون فرحان بس مش فرحان ان ده محطوط في ميه. يعني انت نصيحتك ما تاخدش جمبري في ميه محطوط في ميه ما فيهوش على ثلج. الجمبري ده حد مش شارب ميه. الجمبري لسه ماسكه نفسها. ما انا بقول بص يا جماعه بص 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 من شنبها كده اهي. دي يا جماعة لو بيتة هتلاقي الشنب يقطع ويقع. دي وقعت وقعت مني زحلقة اهي. ظبط البحر فيها يا جماعة. دي وقعت مني زحلقة لكن اهي 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 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. انا يا امة انتوا ارواحكم زي الفل. سلام عليكم.